بدي احكي كلمتين موجهين لبشار الاسد، لكل انسان عم يشد على ايده وعم يساعده في سفك دماء الناس. انا هلا عمي تحت الانقاض وعائلتي كلها هون كلها تحت الانقاض. طبعا نحن شهدائنا بنهني بعضنا عند المستشهد، عندنا شخص بنهني بعضنا بنبسط. بدي احكي كلمتين اخيرات هدول الموجهات لكل انسان، كل انسان عم يمد هالنظام وعم يساعد هالنظام ليقتلنا. بدي اقول لهم افسدتم علينا دنيانا ولكن افسدنا عليكم اخرتنا، افسدتم علينا دنيانا ولكن افسدنا عليكم اخرتكم. هنيئا للشهداء. الحمد لله، الحمد لله وشكرا لله، الحمد لله، هنيئا لكل شهيد.